بنصبح عليكم مره تانية، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. قولي لنا بقى، بتعملي ايه؟ عندك ذكريات قديمه في دولابك القديم زي ما اتكلمت كده انا وجمانة، لسه محتفظه بيه لغايه دلوقتي؟ عندي حاجات كتيره قوي، انا برضو يعني مش بسهوله ان انا اتخلص من حاجتي. عندي طبعا زي ما انتوا قلتوا كده من شويه قصص، وعندي لبس، وعندي لعب، وعندي جوابات محتفظه بيها لبابايا الله يرحمه، وهو كان بيبعت لي وانا بيبي ويقول لي خلي بالك من مامتك. فكنت بزعل قوي، انا كنت صغيره، انا لا هاخد بالي من ماما يعني؟ لا، عندي حاجات كتيره قوي، وعندي كمان كراسه كده مش بكتب فيها مذكراتي او يومياتي، لا كنت بكتب فيها المواقف اللي بتأثر فيا من وانا صغيره. يعني لو مدرس مثلا او مدرسه قالوا لي برافو قوي انت كنت شاطره النهارده، او عزفتي كويس على البيانو النهارده، فاقوم كاتبه الجمله دي وكاتبه التاريخ والساعه ان فلان قال لي كذا وبرافو عليكي. او بتدوني الميموريز والذكريات، ده جميل جدا. القلم افضل صديق بيقول الحقيقه، ولحد دلوقتي ممكن افتحها واقراها واتبسط، حتى لو موقف كان سلبي ولا حاجه برضو بضحك عليه ان انا كنت زعلانه من حاجه عبيطه قوي، لو واحده قالت لي كلمه زعلتني، فلا كنت يعني الذكريات دي حاجه جميله قوي. صندوق كده بنفتحه ونتفرج عليه شويه.